نشوفها. كل الأزمات والسلبيات قدر يخرج بثلاث نقاط مهمة بالنسبة للفريق. فترة صعبة على كلوب. فترة صعبة. وعليك. وعليا. أيوة. الترجي متقدم على الأهلي 1-0. 2-1 إن شاء الله. أسف إني أعطيك هالخبر يعني، بس قلت أخليك في الصورة أعطيك أبديت يعني. إن شاء الله. هذا الخبر. يعني هو قال له يا باشمهندس. قال له آسف أعطيك هذا الخبر. قال له متقدم. قال له كلوب هيبقى في موقف صعب. قال له صعب عليه وعليك. قال له عليا. طب عليا ليه؟ هو بيتكلم على مباراه في اوروبا. قال له عليا ليه؟ قال له عشان الترجي جاب جون في الاهلي. اسف. قال له اسف اعطيك هذا الخبر. قال له 2-1 ان شاء الله. قال له الترجي جاب جون. قال له هتبقى 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن علي ماهر، نرجع مصر بقى. في اون سبورت نشوف الكابتن علي ماهر شاف اللي حصل في رادس ازاي.